فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أخذ المناديل التي تقدم كهدية في المحطات عند تعبئتك للبنزين؟ هذه يعملون جوائز أهل المحلات، ومن اشترى منهم، من أخذ بنزين منهم يعطونه جائزة. هذا لا يجوز، لأن هذا فيه إضرار بأصحاب المحلات الأخرى اللي ما يدفعون جوائز، فلا يجوز هذا، يعني فيه إضرارا بالناس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.